أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. يا سيدي ما بتقولها
وحياه سيدنا النبي تقولها بنفس المعنى. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى فتبسم ضاحكا ألف مليون والوقف على والدي ما تنسيش ما تكوناش والدي. فتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. انا اقعد بره اقول دلوقتي انما سيبك مش هتربح باخر يهضك الغواوي الموز لك الف نفر يهضك الغواوي نفس الرضا فتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أهل الخلافات البحرية دي تغوج باحر. اللهم صل على سيدنا النبي وقلنا خلاص بخاء نسال مخدس كمو أهو سيدنا. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. اللهم صل على سيدنا النبي مدد أصحاب الفرح. أي والله. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و
سيدنا النبي. طيب ما انت من عباد الله الصالحين في الشاك. والله سيد اشهر صدرك ويرفع ادبك. اللهم صل على النبي. مرحبا.
طيب صلاة الله عليك حاجات الحلوة الرجال طلبها دي ما جيش تاني وتفقد الطير فقال ما لي لا والهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ صلى على سيدنا النبي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من Thank you.
ملك يقرا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اللهم صل على النبي. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو ولا حاضر حاضر الدين. اللهم صل على سيدنا النبي. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تبقون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله عليك يا حبيبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يسلمك. ملك يقرا. اللهم صل على سيدنا النبي. يا مرحبا يا مرحبا. اللهم صل على سيدنا النبي. ملك يصل القرى. اللهم صل على سيدنا النبي. اهل الكمال. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. اللهم صل على النبي. فتح الله عليك يا مولاي. فتح الله عليك. اللهم صل على النبي. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يا سلام يا سلام. أيوة ده احنا قدامنا أناصر. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يا سلام يا سلام. اللهم
اللهم صل على سيدنا النبي. أنا من هذا كلامك. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله mm-hmm.
صلوا على سيدنا النبي. لأنهم هو أكبر. لأنهم أيوه. أما يا شيخ ما تقول كان يقول قبل عبال قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. اللهم صل على سيدنا النبي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الله يا شيخ اتبع جديد الحج اخي. اللهم صل على سيدنا النبي. يسألوني يا سلام. يسألوني يا عيني. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها كذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء كمان فلما جاء سليمان كمان يا سيدي والنبي. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. ايه العظمه دي. فلما هذا الكلام. نعم. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم
ليه؟ عظمة عظمة. انت دلوقتي صار يا صلاة الله. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم طاغرون. اللهم صل على سيدنا النبي. لا مفيش. اللهم صل على النبي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أما آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ايه المقام او كده ايه الجمال ده؟ اللهم صل على سيدنا النبي. ايه الكلام يا ماذا يا سيدي ابو خير؟ الله اكبر. ماذا يا سيدي ابو خير؟ يا الله ماذا يا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يا اللي ده جاي حاجه السنه دي ورا نفسه. الله 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 انفتح لنا كيف. الله الله. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك انت كردي افريقي صح؟ ماذا تفيدك كرد؟ مش كلام يا جدع. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشك قبل ان والله العظيم كمان تاني او كده او كده وبعدين ايه ده؟ ايه ده؟
قالوا عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. اللهم صل على سيدنا النبي. أيوة يا القرآن. قال عفريت من الجن أنا آتيك به Thank you.
ثاني قال يا أيها الملأ خاف قال يا قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. ولا عبريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم صل على رسول الله. الله اكبر. مدد يا سيدنا الشيخ ابو خير يا صاحب الفرح يا سيدنا الكل مدد يا سيدي. ولا عفريت من الجن انا قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أنا شم حالك يا خالص. نعم. إيه الحاجة الجديدة دي؟ ولا التقسيم ده؟ يا سلام. ولا عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. صدق الله العظيم.